السلام عليكم ويعطيكم العافية. أنا زميلكم كرم درويش، وإن شاء الله راح أكون معكم في مادة الفسيولوجي. وفي هاي المحاضرة بدنا هيك ناخد زي introduction بسيطة ونتعرف على مادة الفسيولوجي هيك، وندردش بالبداية يعني بشكل سريع إنه شو لازم نعمل بالنسبة لمادة الفسيولوجي. طيب هلا بعرف يمكن شوي في منا بخاف من الفسيولوجي، على الرغم من انها ان شاء الله مادة يعني سهلة، لكن بدنا نعرف نتعامل معها. اول اشي شو يعني فسيولوجي؟ شو هي مادة الفسيولوجي؟ هي مادة علم وظائف الاعضاء. شو يعني؟ يعني هاي المادة بتدرس الاعضاء او الاجهزة او الجسم بشكل عام كيف بيشتغل بالصورة الطبيعية. تمام، مثلا بتشوف القلب كيف بيشتغل، كيف بضخ الدم، بنشوف العضلات كيف بتنقبض، بنشوف الأعصاب كيف مثلا بتتحكم بالأشياء، بنشوف مثلا الجهاز التنفسي كيف بيشتغل، كيف بندخل الأكسجين، كيف بنطلع السي او 2. سو الحلو فيها إنها بتدرس الأشياء يعني بوظيفتها الطبيعية. والفسيولوجي هي أساس الطب كله، يعني اللي بيفهم فسيولوجي ما بيضل إشي تاني عليه صعب. ليش؟ لأنه الفسيولوجي هو العلم اللي بيدرس الإشي بوظيفته الطبيعية. طيب شو هو الباثولوجي اللي هو علم الأمراض؟ هو العلم اللي بيدرس الاختلال في الوظيفة. تمام، فمثلا زي ما حكيت لك إنه القلب وظيفته الطبيعية كذا، هلا إذا فشلت هاي الوظيفة بصير عندنا مرض اسمه هارت فيلير أو فشل في القلب. تمام، مثلا رحنا للكدني كيف بتشتغل، خربت هاي الوظيفة شو راح يصير عندنا؟ فشل كلوي. في مثلا الكبد نفس الاشي. سو الأمراض شو هي؟ هي خلل في هذا الفسيولوجي. فأنت إذا فهمت الفسيولوجي منيح، المرض بس اعرف إنه هو بصير خلل في هاي النقطة، فأنت بتعرف والله إذا هاي خربت معناته راح يصير عندي كذا. تمام، مثلا راح ندرس إنه الأنسولين بنزل السكر في الدم. لما أجي أحكي لك إنه واحد عنده خلل في الأنسولين، ما عنده أنسولين، ما في إشي ينزل السكر، معناته السكر راح يضل عالي، بصير عنده مرض السكري. تمام، زي هيك. سو هاي عشان هيك هي يعني بحكي لك الفسيولوجي هي الاساس. وبعدين مثلا لما بندرس مثلا علم الادويه، علم الادويه هو اللي بيعالج هاي الامراض. طيب كيف بتعالجها؟ انك بترجع النورمال فسيولوجي. في وظيفه قلت مثلا، ما في انسولين، شو بنروح بنعمل؟ بنعطي انسولين، هينا عالجنا المرض. سو الفسيولوجي يعني هي اللي راح تكون هي اساس يعني معظم الاشياء اللي بناخذها في الطب. طيب برضو قبل ما نفوت بالماده بدي احكي لك انه هاي الفسيولوجي احنا بناخذها على مراحل. اول اشي رح ناخذ هاي يعني هذا الفصل رح ناخذ اشي اسمه انترو تو فيسيولوجي. ما رح ناخذ فيسيولوجي عن جد، رح ناخذ انترو تو فيسيولوجي، يعني رح ناخذ مقدمه عن هذا الفسيولوجي. شو رح ناخذ فيها؟ رح ناخذ الاشياء العامه، مثلا زي الفيدباك، زي التغذيه الراجعه، زي عمليات التنظيم اللي هي بتنطبق على كل السيستمز، زي مثلا عمليات النقل، زي مثلا السوائل تبعت الجسم، يعني وكثير شغلات تانية بتصير، مثلا زي السيجنالينج اللي هو الرسائل الخلوية، ما تحفظ اشي هلا قاعد بحكي. المهم انه بندرس اشياء عامة. اوكي، من المواضيع اللي بنفصل فيها هو الفسيولوجي تبع النيورونز، تبع الخلايا العصبية، لانه راح يتكرر معنا كثير. لما ندرس مثلا القلب راح ندرس كيف الاعصاب بتغذي القلب، لما ندرس كذا راح نشوف كيف الاعصاب بتغذي هذا العضو. سو راح ندرس الاشياء اللي بتلزمنا في كل الفصول، وهيك يعني بنبني اساس ان شاء الله الفصول القادمة راح نصير يعني نبني عليه اكثر واكثر ونطبق عليه. طيب الجزء اللي بعده بنروح بناخد، مش هذا الفصل، بناخد اشي اسمه سيستم فيسيولوجي اللي هو الفسيولوجي تبعت كل سيستم. هلا هون بيختلف حسب انه احنا كنا طب بشري او اسنان. الطب البشري بعدين بنصير ناخد جهاز جهاز، مثلا يعني بدءا من الفصل الثاني في السنة الثانية راح تصير تاخد مثلا اول شهر راح تاخد الجهاز الحركي مثلا. تمام، هذا الجهاز الحركي راح تاخذ الفسيولوجي تبعه، الباثولوجي تبعه، المايكروبيولوجي تبعه، يعني راح تخلص السيستم كامل. فضمن كل سيستم راح تصير تدرس الفسيو. لما تاخذ ماسكولوسكليتال راح تدرس كيف بيشتغل، لما تاخذ القلب راح تدرس كيف بيشتغل، لما ناخذ الجهاز الهضمي راح ندرس كيف بيشتغل. سو راح نصير ناخذها مع كل سيستم. بينما طب الاسنان بياخذوا مادة اسمها فيسيو 1 وفيسيو 2، بياخذوا فيها كل السيستمز بس مش 100% ان ديتيلز. بياخذوا مثلا ضمن فيسيو 1 بنيجي بنحكي عن العضلات كيف بتشتغل، بنحكي مثلا عن القلب كيف بيشتغل، عن الدم والى اخره. المهم انه يعني احنا هلا قاعدين ناخذ مقدمة عشان بالمستقبل نروح نبني عليها اكثر واكثر. طيب شو المطلوب منا بالفسيولوجي؟ المطلوب منا نعرف ندرس بذكاء، مش بس انك تبذل جهد وتحفظ،
دائما هون بدك تعرف شو اللي مطلوب منك وشو اللي مش مطلوب منك. يعني كثير مرات احنا بيكون هدفنا مبدأ معين، يعني زي يوم رح ندرس اشي اسمه الفيدباك، التغذية الراجعة، تمام؟ هلا رح اذكر لك كثير امثلة، مثلا رح اذكر لك مثال من جهاز الغدد، تحفظ هذا المثال؟ لا ما تحفظه. رح ادرس لك، رح اخذ لك مثال مثلا من جهاز القلب الوعائي، تحفظ هذا المثال؟ لا ما تحفظه. بدك تتعلم المبدأ اللي احنا جايين يعني ادرسك اياه. لما المحاضرة فيدباك بتحفظ وبتفهم الاشياء اللي متعلقة بالفيدباك، ما بتروح تحفظ اكزامبلز انت هلا شوي صعبة عليك، لكن لما تيجي بعد سنة سنتين رح تشوف انها يعني اشي سهل. سو الاشي الاول انه بدك تفهم، ولما احكي تفهم يعني ابعد عن الحفظ، ما تقعد بس تحفظ اشياء، لانه الدكاترة الفسيولوجي هي مادة الفهم، فالاسئلة بتيجي اعتمادا على الفهم، ما راح يجي لك سؤال انه بس اذكر ولا كذا، يعني اشي بيعتمد على الحفظ، فعشان هيك بدك تعتمد على الفهم. وبدك تعرف تختار المصدر، لما تختار المصدر اللي بدك تحفظ منه انا دائما بنصح بالمصدر اللي بيعتمده الدكتور. مثلا هلا احنا يعني كثير من المحاضرات راح يعطينا اياهم الدكتور محمد خطاطبه، الدكتور بالعاده بيعطينا هاند اوتس، تمام؟ بحكي لك انه ادرس هاي الهاند اوتس، الاسئله بتيجي فهم بس من الهاند اوتس، اوكي؟ فانت ليش تروح تشتت حالك مثلا تروح تدرس دوسيه كاتبها طالب ولا مثلا مصدر لجامعه ثانيه؟ لا خلص انت شوف الدكتور بحكي لك انا بجيب من هون، روح ادرس من هون، لانه لما تدرس مصدر ثاني يا اما حيضيع نقاط يا اما حيعطيك نقاط اضافيه. لا والله بروح بشوف الدكتور شو حكي لي ادرس، الدكتور حكى لي ادرس السلايدات تبعتي، بدرس السلايدات تبعته، اوكي؟ هلا افهم من وين ما تفهم ما عندي مشكله، تمام؟ لكن القصد انك تحفظ من وين؟ تحفظ من المصدر اللي الدكتور معتمده. واخر شغله حل باست بيبرز كثير عشان تختبر فهمك، وفي كثير تكرار، احنا عندنا بالجامعه كثير بكرروا باست بيبرز، خصوصا لما الدكتور نفسه يعطي نفس الماده، انتوا عندكم صار شويه تغييرات، بس المهم انك بتختبر حالك، يعني بدك تعرف انت فاهم ولا لا، مرات ممكن انا اضحك عليك ابين لك انك فاهم، تمام؟ بتروح بتحل باست بيبرز بتكتشف انك مش عارف تحل، هلا لسببين، يا اما انه الماده تغيرت فهذا الموضوع مش مطلوب، بس اذا هذا الموضوع مطلوب وما عرفت تحله معناته انت مش فاهم، تمام؟ فبدك دائما تختبر فهمك، ما بديك تختبر فهمك جوا امتحان الجامعه، لا بتختبر فهمك في البيت، عشان اذا فاهم منيح خلص اوكي ممتاز، ما في داعي ابذل كمان جهد، اذا انا مش فاهم لا والله بدي احسن من الاسلوب تبعي. اوكي سو هاي هيك بس عشان نكون عارفين يعني الفسيولوجي بشكل عام احنا شو خطتنا فيه. بدي امحل اللي كتبته. طيب هلا نبلش في الماده زي ما هي مطلوبه منها. اللي راح اعمله انا هلا، احنا لحد هلا ما معنا سلايدات يعني تبعون الدكتور او ما اعطانا هاند اوتس، لانه اول مره الدكتور يعطي هذا الجزء، بالعاده بيعمل هاند اوتس وممكن يعمل لكم هاند اوتس، راح اروح وارجع اعيد عليها، اوكي؟ لكن انا هلا بدي اشرح هيك بشكل عام، كل حرف حكى الدكتور انا حضرته، ويعني راح احكي لكم كل حرف حكى، كل شيء حكى لكم ركزوا عليه، راح احكي كل شيء حكى لكم مش مطلوب برضه راح احكي لكم انه مش مطلوب. طيب هلا نرجع، الفسيولوجي هو علم وظائف الاعضاء. خليني احكي لك انه الاورجانيزم او الكائن الحي، تمام، من شو بتكون؟ يعني خلينا نحكي، هلا انا ليش بحب اكتب اورجانيزم، هو المفروض اكتب هيومن، بس لانه مش بس بينطبق على الهيومن. الاورجانيزم يعني الكائن الحي، من شو بيتكون الكائن الحي؟ من مجموعه من الاجهزه، مجموعه من السيستمز. فمثلا انا شو، انا عباره عن مجموعه من السيستمز، عندي جهاز مثلا قلب وعائي، شو بيعمل؟ بضخ الدم. عندي جهاز هضمي بيهضم وبيمتص الاكل. عندي جهاز تنفسي، وعندي مثلا يعني جهاز الجلد، عندي جهاز بولي وتناسلي والى اخره. عندي مجموعه من الاجهزه، كل جهاز بيعمل وظيفه معينه، مجموعه الوظائف هي اللي بتخلي هذا الاورجانيزم يضل عايش. طيب غيره او ايش كمان السيستمز، هذا شو هم؟ هم عباره عن مجموعه من الاورجانز، مجموعه من الاعضاء. مثلا الجهاز التنفسي شو هو؟ هو مجموعه من الاعضاء، مثلا عندك الانف، عندك الحنجره، عندك القصب الهوائيه، عندك الرئتين، عندك الحجاب الحاجز والى اخره، تمام؟ الجهاز الهضمي فيه معده فيه مريء، ما تحفظ الديتيلز بس بعدين هيك يعني بنتخيل. سو كل جهاز هو مجموعه من الاعضاء بتؤدي وظيفه متكامله. طيب يا ترى العضو شو هو؟ العضو هو مجموعة من الأنسجة بتأدي وظيفة متكاملة، تمام؟ شو يعني؟ شو يعني تشو؟ شو يعني نسيج؟ النسيج بتعرف إنه هو مجموعة من السيلز، فلازم نروح نمشي كمان خطوة، أحكي لك إنه التشو هو مجموعة من السيلز اللي بتأدي وظيفة معينة. التشوز هو علم الهيستولوجي رح ندرسه، بس مثلا خليني أحكي لك إنه عندي هون خلية عصبية، أوكي؟ رح ندرس الخلايا العصبية، بس المهم، هاي مثلا خلية عصبية. هلا خلية عصبية مع خلية عصبية مع خلية عصبية بيروحوا بيعملوا لي ايش اسمه؟ نسيج عصبي، اوكي؟ مثلا عندك هاي خلية عضلية،
خلية عضلية مع خلية عضلية مع خلية عضلية بصير عندي نسيج عضلي. أوكي، الأنسجة 4 أنواع راح نشوفهم لبعدين. المهم بركب أنواع فرعية من كل نوع بيطلع عندي أورجن. فمثلا لو أروح للقلب فيه عضلات، فيه عضلات من أي نوع؟ من نوع العضلات القلبية مثلا. طيب فيه أعصاب؟ والله فيه أعصاب. فيه نسيج طلائي؟ والله فيه نسيج طلائي. شو يعني؟ راح نعرف بالهيستولوجي. فيه نسيج ضام؟ فيه نسيج ضام. سو جمع تيشوز مع بعض بيطلع عندك اورجانز. عشان الاورجان بده مثلا نسيج عضلي عشان الانقباض، بده نسيج عصبي عشان التغذية، بده نسيج طلائي عشان يبطنه، بده نسيج ضام عشان يجمع الاشياء مع بعضها. سو مجموعة الانسجة بيعملوا لي اورجان. حنفهم اكثر شو يعني تشو في مادة الهيستولوجي، عادي هون انه احنا مش كثير فاهمينه، بس خلص تشو هو مجموعة من السيلز. طيب شو هي السيل؟ هي مجموعة من الاورجانيلز. يعني هون لو اعمل هيك زوم ان على خلية بلاقي فيها اورجانيلز، عضيات. تمام، يعني مثلا بتلاقي هاي الخلية فيها نيوكليوس، فيها نواة، فيها مثلا رايبوزومز رح نتعرف عليهم، فيها مثلا ميتوكوندريا والى اخره. تمام، طيب بقدر اعمل كمان زوم ان؟ بل والله بقدر من هون، لا يعني اضل شو ما اعمل زوم ان بقدر. مثلا اروح احكي لك انه الاورجانيل هي مجموعه من الموليكيولز، مركبات كيميائيه، صح؟ طيب المركبات الكيميائيه هي مجموعه من الاتومز، الاتومز هي مجموعه من مثلا او تتكون من يعني نواه والكترونات، والنواه بتتكون من كذا وكذا. يعني بقدر اضل اعمل زوم، بس احنا يعني كفسيولوجي لهون بكفينا. طيب هلا اغلب العلوم اللي بندرسها بيكون مثلا سبيسيفيك. لما احكي لك مثلا هيستولوجي، الهيستولوجي هو علم السيلز، او سوري علم التيشوز. لما ندرس البيولوجي هو علم السيلز والاورجانيلز. البيوكيمستري علم الموليكيولز اللي تحت، لكن الفسيولوجي شوي اعم لانه هو بيدرس الوظائف. فانا هو مين للفسيولوجي، مين اللي بيطلع على السيستمز والاورجانز. بس مرات عشان اشرح لك السيستم والاورجانز بضطر احكي عن التيشوز، عشان اشرح التيشوز بضطر احكي عن السيلز، وعشان احكي عن السيلز بضطر احكي عن الاورجانيلز. ففعليا الفسيولوجي مين اللي بيركز هون في السيستمز والاورجانز كيف بيشتغلوا، بس برضه بيروح للتيشوز شوي، بيروح للسيلز شوي، وبيروح للاورجانيلز. اوكي، طيب ناخذ المثال اللي موجود في السلايدز اللي هو الجي اي سيستم، برضه مش للحفظ، بس مثلا نيجي نطلع على الجي اي سيستم، الجهاز الهضمي. اطلع عليه كسيستم، من شو بيتكون؟ من مجموعه من الاورجنز. مثلا بدي تفترض معي انه هذا الماوث، اوكي، يعني هيك شيء تبسيطي. هون عندي الماوث، بعدين مثلا عندي المريء الاسوفيجس، بعدين عندي المعده الاستومك، بعدين عندي السمول انتستنز. اوكي، طيب بعد السمول انتستنز بيجي عندي اللارج انتستنز اللي هي امعاء دقيقه بعدين امعاء غليظه. خلينا نرسمها بلون تاني، هون امعاء غليظه. اوكي، بعد الامعاء الغليظه عندي شيء اسمه الركتم المستقيم، الانا، الكنال، والى اخره. يعني هذا ككل شو اسمه؟ اسمه الجهاز الهضمي. شو وظيفه الجهاز الهضمي؟ وظيفته يهضم الاكل ويمتصه عشان يوفر الطاقه للجسم. هلا كل واحد منهم هو اورجان. مثلا هذا الاورال كافيتي، هون عندي الماوث، هون عندي الاسوفيجس، طبعا بدون ديتيلز قاعد بحكي، هون عندي الاستومك، هون عندي الانتستنز والى اخره، ما تحفظ شيء. المهم لو اخذ الاستومك مثلا كاورجان، تمام، خلينا نطلع هيك على الاستومك كاورجان، بنلاقي انها بتتكون من تيشوز، بتتكون مثلا من نسيج عضلي. ليش؟ لانه العضلي عنده القدره على الانقباض. طب هي ليش بدها تنقبض؟ عشان تخلط الاكل، فبتلاقي فيها نسيج عضلي. بتلاقي فيها نسيج طلائي، ليش؟ عشان الامتصاص، النسيج الطلائي عنده القدرة على الامتصاص، اوكي؟ تحديدا الأنواع الفرعية اللي راح نعرفها بعدين، المهم إنه هون بيكون في عندي نسيج طلائي، اوكي؟ طيب، ومن برا برضه بتغطى في نسيج طلائي، في عندي نسيج ضام بجمعهم مع بعض، اوكي؟ طيب، كل نسيج هو عبارة عن مجموعة من السيلز، فمثلا لو آخذ هاي السيل بيكون اسمها كولومنر سيل، لأنه شكلها يعني عمودي خلينا نحكي، وجواها بلاقي مجموعة من الأورجانيلز، مثلا نيوكلياس، بلاقي رايبوزومز، بلاقي ميتوكوندريا وإلى آخره. ما تحفظ إشي، بس إنه أتوقع هيك أنت فهمت إحنا عن شو قاعدين بنحكي. طيب نيجي للموضوع اللي إحنا فعليا بهمنا في المحاضرة. إحنا هون هلأ بلشنا الأشياء اللي ممكن تنسأل عنها فوق، هذا كله ما في إشي تنسأل عنه تحت. هلأ رح نبلش بالأشياء اللي بيجي عليها الأسئلة. طيب شو هو؟ هلا شو الهدف تبع أجهزة الجسم كلها؟ كل جهاز بتطلع على حاله لوحده بحاول يسعى إنه، أو يعني بيسعى إنه يوصل لإشي اسمه هوميو ستيسز. شو اسمه؟ هوميو ستيسز. شو معنى هوميو ستيسز؟ معناها الاتزان. شو يعني الاتزان؟ شو يعني هوميو ستيسز؟ برجع بركز الاتزان. أوكي، كل عضو بيحاول يوصل للاتزان. شو يعني الاتزان؟ يعني انه نحافظ على انفايرومنت شبه ثابتة.
ثابتة؟ لا، شبه ثابتة. بدك تعرف انه الهوميوستاسيس هو دايناميك وليس فيكست. اوكي، سو دايناميك نوت فيكست. شو يعني؟ مش واضح، انا قاعد بحكي كلام مش واضح. طيب خلينا نوضحه. مثلا نسبة السكر في الدم لازم تضل شبه ثابتة، مثلا لازم تضل بين 60 و100. هذا الاشي اسمه هوميوستاسيس. اذا ارتفعت نسبة السكر هذا صار خلل في الهوميوستاسيس. فشو بتحاول اجهزة الجسم؟ بتحاول ترجعها للنسبة الطبيعية للهوميوستاسيس. فمثلا بنفرز الانسولين بنزل السكر. طيب قل السكر عندك، تمام، شو بيروح بيعمل الجسم؟ هيك صار خرب الهوميوستاسيس. بدي ادور على الهوميوستاسيس، شو بيروح بيعمل؟ مثلا بفرز شيء اسمه الجلوكاجون بيرفع السكر. او انت بتحس بالجوع، لما تحس بالجوع شو بتروح تعمل؟ بتاكل. لما تروح تاكل بتدخل سكر، فهيك رجعت للهوميوستاسيس. اوكي، سو لاحظ انه دايناميك، يعني اول شيء مش رقم ثابت، رقم رينج معين. لما مثلا السكر بحكي لك من 60 ل 100، لما احكي لك ضغط الدم يعني خلينا نحكي تحت ال 120، لما احكي مثلا درجة الحموضة بين 37 ل 45 ما تحفظ شيء. المهم انه يعني اتس ا دايناميك ستيت نوت فيكست. هذا بالعاده بيركزوا عليه كثير، يعني كثير بيجي بالاسئله انه الهوميوستاسيس اتس ا فيكست ستيت، صح؟ لا غلط، اتس ا دايناميك ستيت، تمام؟ يعني ما بيكون عندي رقم ثابت، بيكون عندي رينج، رينج معين بتعلى عنه برجع بظبطه، بتنزله برجع برفعه والى اخره، تمام؟ سو هذا هو الهوميوستاسيس. وفرقها بين كلمه ثانيه اسمها هيموستاسيس، هي بنجيها بعدين، معناها تخثر الدم، بس القصد مرات انت بتخربط بينهم كمسمى. هوميوستاسيس يعني الاتزان، هذا عام، والهيموستاسيس لا معناها تخثر الدم. المهم كل جسم بيحاول يوصلنا للهوميوستاسيس زي ما حكينا، شيء له دخل في البلد بريشر، شيء له دخل في البي اتش، شيء له دخل في السكر والى اخره. طيب من الاشياء اللي احنا بنحاول ننظمها، خليني اكتبها بس ما بدي تحفظ شيء منها، مثلا البي اتش زي ما حكيت لك، درجة الحموضة. درجة الحموضة من الاشياء الخطيرة جدا، يعني احنا لازم يكون الرقم بين 7.35 ل 7.45. لو وصل مثلا 7.8 خلاص الله يرحمه، يعني الشخص اللي عنده البي اتش تغيرت. سو يعني الاشياء هاي لازم تكون يعني في رينج معين، اذا طلعت عنه مرض، اذا نزلت عنه مرض، واذا طلعت كثير بيموت، اذا نزلت كثير بيموت. ليش؟ بنعرف بعدين. التمبريتشر، الحراره، الحراره لازم تضل خلينا نحكي بين 36.5 37.5، شيء زي هيك. اعلى من هيك ممكن تؤدي للوفاه، اقل من هيك ممكن تؤدي للوفاه. اوكي، البلد بريشر لازم ننظمه، الجلوكوز نسبه السكر لازم ننظمها، شو كمان نحكي، الايونات مثلا، تركيز الصوديوم، تركيز البوتاسيوم، الكالسيوم والى اخره. يعني عندنا كثير اشياء لازم ننظمها، بس زي ما حكيت لك رينج وليس رقم فيكست. اوكي، سو هون انه عندي رينج معين وليس رقم فيكست. اوكي، طيب هذا بالنسبة للهوميوستاسيس. طيب كيف بضمن هذا الهوميوستاسيس؟ أو خليني أول شيء أرسم لك رسمة موجودة في السلايد بس عشان تفهمها. بيجي بيحكي لك إنه يعني كل السيستمز، أنا قاعد بحكي ديتيلز كثير عشان يعني إحنا مش راح نرجع للسلايدز، فراح أرسم لك كل شيء موجود في السلايدز. المهم السيستمز شو وظيفتها؟ تو مينتين الهوميوستاسيس. أوكي، سو هون عندي الهوميوستاسيس، إنه وظيفة الأعضاء إنها تعمل هوميوستاسيس. ليش؟ لانه الهوميوستاسيس بضمن السرفايفل تبع السيلز، بضمن انه الخلايا تضلها عايشه. طيب ما هي الخلايا العايشه هي اللي بتعمل السيستمز، فهي لوب، يعني لازم تضلها ثابته، انه السيستمز مينتين اوكي الهوميوستاسيس عشان السرفايفل تبع السيلز، لانه السيلز هي اللي ميك اب ذا سيستم. اوكي، ميكس السيستمز، صح؟ ف او يعني ميك سيستمز. سو يعني لو هذا السيستم ما عرف يعمل هوميوستاسيس راح يبطل فيه سيرفايفل للسيلز، فحيخرب السيستم وحيموت الانسان. اوكي، سو بس يعني هيك، هاي كسايكل تكون فاهمها. طيب كيف بنحقق الهوميوستاسيس؟ لاحظ انه كل شوي برجع يعني بعمل لك هيك زوم اوت، بدي تعرف انه احنا قاعدين بنحكي عن الهوميوستاسيس، عن الاتزان. كيف بحقق هذا الهوميوستاسيس؟ السر تبعنا الفيدباك، التغذيه الراجعه. التغذيه الراجعه هو انه لازم اضل اقيس الاشياء عشان اقدر اغيرها. يعني هذا اهم شيء بيميز جسم، لانه فيه مرونه، يعني فيه فيدباك دائما. يعني اي شيء ناجح بيكون فيه فيدباك. هلا مثلا شرح ناجح لازم يكون فيه فيدباك، لازم اخذ منكم تحكوا لي مثلا هذا الشيء بتعمله كويس فازيده، هذا الشيء مش كويس فشو اروح اعمل اغيره، تمام؟ دول اي شيء مثلا، يعني بتلاقي اي نظام ناجح بيكون فيه فيدباك. جسمنا ليش ناجح؟ لانه فيه هذا الفيدباك، فيه قياس ويعني للاشياء وتعديل.
هذا الفيدباك بيتضمن ثلاث عناصر، بيتضمن وجود ريسبتورز او سنسورز، يعني وجود اشياء تقيس، تمام؟ يعني يو كانت امبروف وات يو كانت ميجر، انه ما بتقدر تحسن شيء الا اذا بتقدر تقيسه. بدك تنظم درجه الحراره، لازم تعرف درجه الحراره، بدك تعرف انه الحراره هلا 35 عشان ارفعها، 45 معناته لازم انزلها، سو لازم يكون عندي سنسورز او ريسبتورز، اوكي؟ زي مثلا مستقبلات الضغط، هلا رح نشوف امثله كثير، بلاش نحكيهم، اوكي. اثنين، خلينا نحكي اللي هو الكنترول سنتر، اوكي؟ لازم يكون عندك يعني كمبيوتر مثلا نتخيل او شيء يكامل هاي الرساله ويفهمها. هلا اوكي انه الريسبتور بعت رساله انه درجه الحراره 35، لازم حدا يفهم اه والله 35 معناته اقل من 37، اه لازم ارفعها. 40 عاليه لازم اقللها، سو لازم يكون عندك كنترول سنتر. وثلاث، لازم يكون عندك اللي هو الافكتور بنسميه، اللي هو اللي يعني اللي بيعمل التغيير، اوكي؟ بدك ترفع الحراره لازم يكون عندك شيء مثلا دفاية، خلينا نحكي، اوكي؟ بدك تنزل الحرارة لازم يكون عندك جهاز تبريد والى اخره. طيب، اربعة، ممكن نضيف اربعة يعني هيك نروح نحطهم لحال، انه ممكن تعتبره عنصر رابع اللي هو وجود فاريبل اللي هو انت بدك تتحكم فيه، بس هو باي ديفولت يعني، هو انت فيش عندك فيدباك الا اذا في فاريبل انت هدفك انك يعني تنظمه، تمام؟ طيب، خلينا ناخذ امثلة عشان نفهمها، وبدي تدير بالك بيجي عليها اسئلة كثير، مرات ما بيكون السؤال طبي، شو يعني؟ احنا زي ما حكيت لك هلا راح اذكر لك مثلا اربع او خمس امثله، ما بيهمني تحفظ الامثله هاي لانه اذا اجاك حيجيك مثال خامس، اذا انا اعطيتك اربعه راح يجيك مثال خامس مش منهم، فانت بدك تكون فاهم المبدا. طيب، وممكن الدكاتره مرات بيحبوا يجيبوا مثال غير طبي، وهي تذكروني انه اذا اجا، ممكن يجي لك مثال غير طبي، شو يعني؟ زي ما حكيت لك انه عن الفيدباك تبع درجه حراره الغرفه، خلينا ناخذ هاي الامثله، اي بدي احط لك هون كم اكزامبل على الفيدباك وعلى الهوميوستاسيس، اوكي؟ اكزامبلز. طيب نيجي لـ example A. example A بدي اخذ لك شيء عام، اوكي؟ هذا هيك من عندي بس لانه ممكن الدكاتره بالعاده بيحبوا يجيبوا هيك شغله، اوكي؟ هاي غرفه، تمام؟ روم، في لها تمبرتشر، الفاريبل تبعها هو التمبرتشر، في لها حراره. لو حكيت لك بدنا ننظم هاي الحراره، شو لازم يكون عندك؟ لازم يكون عندك ثلاث عناصر. اول شيء لازم يكون عندك، لازم يكون عندك سنسور للحراره، خلينا نحكي هون عندك جهاز استقبال بقيس درجه الحراره، بيحكي لك انه الحراره 35، الحراره 40 والى اخره. لازم يكون عندك هون زي ما تحكي كمبيوتر او يعني ماذر بورد او شيء يقدر يتخذ القرار، تمام؟ واخر شيء لازم يكون عندك افكتور، لازم يكون عندك مثلا هون تدفئه، اوكي؟ او شعله. طيب هلا فلنفترض انت حاطط ست للحراره انها تكون مثلا 25، تمام؟ لنفترض انه احنا بدنا الحراره تكون 25، فلنفترض نزلت هاي صارت بدل 25 صارت 20. طيب اول اشي لازم هذا السنسور يقيس انه الحرارة 20، لما يقيس انه الحرارة 20 بروح ببعث للكنترول سنتر بحكي له اسمع الحرارة 20، انا ما بعرف اكتر من هيك كسنسور، بروح هذا بيعالج هاي المعلومة، الحرارة 20 صارت اقل من المطلوب، معناته شو لازم اعمل؟ لازم ارفع درجة الحرارة، بزيد الشعلة تبعت هذا الجهاز، فشو بصير عنا؟ بصير عنا بترجع التمبرتشر ل 25، تمام؟ طيب زادت الحرارة، السنسور هذا بيروح ببعث هون بيفهم انه الحرارة زادت فبيروح بيوطي الشعلة فبتنخفض الحرارة. زي هيك، هلا كيف ممكن يجيب لك سؤال؟ ممكن يعطيك هذا السيستم كلاما، اوكي؟ يجي يسألك مين او يحط لك all of the following is true except، مثلا انه هذا الجهاز هو الريسبتور، صح، هذا هو الكنترول سنتر، صح، هذا هو الافكتور، صح، هذا مثال على نيجاتيف فيدباك او بوزيتيف فيدباك، شو يعني؟ كمان شوي راح احكي لك. المهم وصلت؟ المهم هيك حطينا مثال يعني مش طبي. خلينا ناخذ كم مثال طبي، ما تحفظ لي الديتيلز اللي فيهم لانه الدكتور اكد انه ما تحفظوا الديتيلز اللي فيهم، بس عشان نفهم عن المبدا. بدي احكي لك انه كيف بننظم البلد بريشر، اوكي؟ ضغط الدم البريشر. هون الفاريبل شو هو؟ البلد بريشر. لازم يكون عندي مستقبلات، عندي في الجسم مستقبلات؟ اه، عندي مستقبلات اسمهم بارو ريسبتورز. بدي اياك تحفظ كلمة بارو عشان هاي الشغلات بتفيدنا. بارو ريسبتور، بارو معناها ضغط، تمام؟ سو انا بحب دائما التيرمينولوجي اللي هو انه في كلمات يعني خلص بارو وين ما تيجي معناها ضغط، بارو تروما يعني ضرر بسبب الضغط مثلا، فبارو وين ما تيجي معناها ضغط. بارو ريسبتورز مستقبلات للضغط موجوده على الاوعيه الدمويه الكبيره، تمام؟ طيب ومين الكنترول سنتر تبعنا؟ البرين، صح، هو الكنترول سنتر. ومين الافكتور؟ شغلتين خلينا نحكي لحد هلا، القلب مثلا، بدي تسمحوا لي ارسم القلب بهذا الشكل البسيط، اوكي؟ والاوعيه يعني الاوتونوميك نيرف سيستم اللي بيتحكم في تضيق وتوسع الاوعيه الدمويه الصغيره.
ما إلك في الديتيلز. المهم لو اجيت حكيت لك البلد بريشر قل، مين بيفهم هذا الاشي او مين يعني بيستشعره؟ البارو ريسبتورز، بيبعتوا رساله للبرين انه البلد بريشر قل، بس ما بيبعتوا اكثر من هيك. هلا البرين بيروح بيعالج البلد بريشر قل، والله لازم اروح اعمل تضيق في الاوعيه الدمويه الصغيره عشان لما اضيقها بزيد الضغط، لانه الضغط هو القوه اللي يعني بتكون موجوده على الجدار، لما تصغر الحجم راح يصير في قوه اكبر على الجدار، فبالتالي بيروح بيعمل فيزو كونستريكشن، بيعمل تضيق في الاوعيه الدمويه، وبيروح مثلا على القلب بزيد السرعه تبعته، بزيد القوه عشان يصير في ضخ اكثر عشان يرجع الضغط الى ما كان عليه. طيب العكس، زاد البريشر بيبعتوا رسالة انه بالعكس اعمل ارتخاء وقلل الشغل تبع القلب. وصلت؟ سو هذا هون، هذا الريسبتور، هذا الكنترول سنتر، هذول الافكتورز، هذا الفاريبل. ناخذ مثال سي. اوكي طيب مثال سي شو بدنا نحط؟ بدنا نحكي عن البي اتش. تمام، هلا البي اتش في كثير اشياء بتنظمه، بس بدي احكي لك من الاشياء اللي بتنظم البي اتش هو اللنجز. ايه اللنجز شو دخلها بالبي اتش؟ بدي احكي لك السي او 2 حمض. اقنعك بشغله صغيره، يعني البيبسي او يعني هاي الصودا كلها ليش فيها طعم حمضي؟ لانه فيها سي او 2، السي او 2 هو اللي بيعمل البابلز تبعونها، والسي او 2 حمض. خلص وين ما في سي او 2 بتفاعل مع المي بيعمل اتش 2 سي او 3 ماينس، بتفكك بيعطي اتش بلس. خليها لبعدين. المهم هلا بدنا ننظم البي اتش. عشان ننظم البي اتش عندي اشياء اسمهم اتش بلس ريسبتورز. اوكي يعني انا سميتهم هلا اتش بلس ريسبتورز، ما بدي احكي اكثر من هيك. اوكي المهم انهم بيقيسوا الحموضه. طيب ومين الكنترول؟ جزء من البرين اسمه الميدلا. اوكي ما الكش فيه برضه ديتيلز، ما الك فيها. ومين الافكتور؟ اللنجز. شو دخل اللنجز؟ زي ما حكيت لك لانها بتنظم السي او 2 صح، والسي او 2 هو حمض. فشو اللي بيصير عندنا؟ بدي احكي لك زاد البي اتش، زاد البي اتش يعني الوسط بطل حمضي، بتروح بتبعت رساله لها الميدلا بتحكي لها انه زادت البي اتش. شو بنروح بنعمل؟ بنقلل سرعة التنفس. شو دخل سرعة التنفس؟ لما تقلل سرعة التنفس بتراكم السي او 2، لما تراكم السي او 2 بتزيد يعني بصير عندك حموضة أكثر. تمام، فبتقل. تنسوش إنه لما تحكي بتزيد الحموضة يعني درجة الحموضة بتقل، العلاقة عكسية برضو ما قلنا في الديتيلز. المهم إنه بصير يراكم سي او 2، السي او 2 هذا بيروح بنزل البي اتش. اوكي هاي رجعنا للطبيعي. طيب العكس، قلت البي اتش بنروح بنزيد سرعه التنفس عشان اتخلص من السي او 2 يعني اتخلص من الحموضه. اوكي لاحظ انه انا ممكن اثر على التنفس عشان البي اتش. البي اتش خطيره جدا، يعني ممكن نضحي في الاكسجين مقابل انه البي اتش تضل ثابته. طيب كمان مثال اخير اللي هو الكالسيوم. برضه الكالسيوم الاشياء يعني طلع كل شوي هيك متعلم شيء جديد. الكالسيوم لو سألتك الكالسيوم لإيش مهم؟ راح تحكي لي للبونز. أكثر إشي بحكي لك غلط، هو مهم للبلد. الكالسيوم خلال دراستنا في الانترودكشن راح تشوف قديش هو مهم لكل الخلايا، فوجوده في البلد مهم جدا إنه يضل في ليفل يعني ضيقة إلى حد ما. الليفل تبعته من 8.5 ل 10.5، أكثر من هيك خطير جدا، أقل من هيك خطير جدا، فلازم أحافظ على الكالسيوم. مين بيحافظ لي على الكالسيوم؟ غدد اسمها جارات الدرقية، Parathyroid glands. Para جار، Thyroid اللي هي الغدة الدرقية اللي موجودة في العنق اللي هيك شكلها. أوكي المهم اسمهم Parathyroid glands، هم الريسبتورز وهم الانتجريشن سنتر أو الكنترول سنتر، فبدك تدير بالك. أوكي المهم إنه هم بيستشعروا إنه الكالسيوم قليل، فهم بنفسهم بيقرروا إنه لازم نفرز هرمون اسمه Parathyroid هرمون، لأنه هم بيفرزوه فسمية هرمون الغدة جارات الدرقية. أوكي الباراثايرويد هرمون هذا شو بيروح بيعمل؟ مين لي ثلاث اشياء، المهم بيرفع الكالسيوم. طلع شو بيعمل؟ بيروح بكسر بون. ايه بكسر بون، يس بكسر بون عشان يرفع الكالسيوم. هذا دليل انه الكالسيوم مهم للدم اكثر مما هو مهم للبونز، فممكن نروح نكسر البون عشان نرفع الكالسيوم، فبنعمل ايش اسمه بون ريزوربشن. اوكي يعني بنمتص البون، يعني بنكسر البون عشان اخذ منه الكالسيوم. طيب غير هيك بيروح على الكيدنيز، تمام على الكلية، وشو بيعمل؟ بيعمل امتصاص للكالسيوم من الكلية. اوكي سو بيعمل ري ابزوربشن، ما لكش في المسميات هلا كثير، بس يعني انتبه انه هناك كنا نحكي ريزوربشن، هون ري ابزوربشن، بعيد امتصاص الكالسيوم ما بخليه يطلع مع اليورين. اوكي وبيروح بجيب فيتامين دي، الفيتامين دي بيروح على الجهاز الهضمي وبيمتص الكالسيوم. نحفظ ديتيلز ما نحفظ ديتيلز، انا بس لازم اذكر لك كل شيء موجود في السلايد، بس ما بدي اياك تحفظه، بس انه المهم يعني نظمنا الكالسيوم عن طريق الباراثايرويد جلاندز.
قل الكالسيوم هينا رفعناه، علي الكالسيوم ببطل في باراثايرويد فبروح بقل. اوكي، هذا هو يعني الفيدباك ميكانيزم. واضحه؟ اخذنا مثال عام، اخذنا 3 امثله طبيه. طيب هذا الفيدباك نوعين، قبل شوي حكيت لك كلمه نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك وسكتت، حكيت لك بعدين باجيهم، خلينا نحطهم هون. اوكي، النيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك شو يعني؟ لاحظ انه كل اللي عملته هذا نيجاتيف فيدباك. شو يعني نيجاتيف فيدباك؟ يعني تغذيه راجعه سلبيه. اوكي، نيجاتيف فيدباك شو يعني؟ يعني بنعكس السيجنال الاساسيه. لاحظ كلهم كان بيرتفع الكالسيوم فبنزله، بنزل الكالسيوم فبرفعه، بيعلى البي اتش بحاول اقلله، بقل البي اتش بحاول ارفعه، بقل البريشر بحاول ازيده، بزيد البريشر بحاول اقلله. لاحظ هذا كله نيجاتيف فيدباك. المهم انك تعكس الرساله الاساسيه، بتزيد التمبريتشر بحاول اقللها، بتقل التمبريتشر بحاول ازيدها. راح تحكي لي طب هو في غير هيك؟ بحكي لك اه. هلا مبدئيا خليني اذكر لك كمان مثال، اعتبره مثال اي. اوكي، يعني هون هذا كمان اكزامبل على النيجاتيف فيدباك، اللي هو نسبه السكر. نسبه السكر زي ما حكيت لك لازم تكون يعني دايناميك ستيت بين 60% اوكي. في طبعا بحكي هون الفاستنج يعني، بس بغض النظر عشان هيك ما بدي اركز على الرقم. المهم طول ما احنا هون ما فيش مشكله. فلنفترض انت اكلت وجبه مليئه بالسكر، شو بصير في السكر تبعك؟ بيطلع عن الرينج. طيب خلاص اتركه بصير هيك سكري؟ لا، بتيجي عندنا غده اللي هي البنكرياس. اوكي، البنكرياس بفرز شيء اسمه الانسولين. الانسولين بنزل السكر. كيف نعرف بعدين انه بدخل السكر جوا الخلايا، بقلل تصنيع السكر، بيستهلك سكر؟ ما تفوت بالديتيلز. المهم انه شو بيعمل؟ بنزل السكر، خلاص بنرجع بنقيسه. اكيد طبعا في هو نفسه البنكرياس، هو نفسه السنتر، هو نفسه الكنترول، هو نفسه الكنترول، هو نفسه السنسور او الريسبتور. تمام، المهم رجعناه طبيعي. طيب انت صمت لفتره طويله، نزل السكر، اوكي بلش ينزل، شو بيروح البنكرياس نفسه بفرز هرمون ثاني مثلا اسمه جلوكاجون. اوكي، شو بيروح بيعمل؟ بيرفع السكر، زائد بخليك تشعر بالجوع عشان تروح تاكل سكر وترجع للطبيعي. هذا نيجاتيف فيدباك. لاحظ لما زاد السكر شو عملت فيه؟ قللته. طيب لما قل زدته. لاحظ انه نيجاتيف مش يعني بس اقلله، لا، يعني اني اعكس، اذا زاد بقلله، اذا قل بزيده. هذا اسمه نيجاتيف. راح تحكي لي هذا هو المنطق، ما في غير هيك. بحكي لك لو ما في غير هيك كان ما ذكرت لك الاسم. سو في عندنا شيء اسمه بوزيتيف فيدباك. حاس انه مش منطقي صح؟ هلا بخليه منطقي، بس بدي اول شيء عشان تفهمه منيح بدي اعمل لك اياه كانه مش منطقي، بعدين راح اخليه منطقي. بدي تتخيل معي مثال هو مش موجود. تخيل ايش كانه بحكي لك البوزيتيف فيدباك. بحكي لك مثلا انه السكر زاد فشو اروح اعمل؟ ازيده. ايه جكر هي الشغله. السكر قل شو اروح اعمل؟ اقلله كمان وكمان. هذا هو البوزيتيف فيدباك، مش منطقي ابدا. نعم، عشان هيك الموست كومون هو النيجاتيف فيدباك. يعني في كل الجسم شو اللي بيصير؟ بيصير نيجاتيف فيدباك، او مش في كله يعني، في معظم اماكن الجسم او معظم التنظيم هو نيجاتيف فيدباك. باستثناءات بسيطة بنعمل بوزيتيف فيدباك، في أماكن قليلة بنعتمد على مبدأ الجكر هذا اللي هو البوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك أنا بحب أعتبره اللي هو يعني إذا ضربته فأوجع، هيك هو. إيش يعني؟ يعني هو موجود في أمثلة محدودة، خليني أذكر لك مثال. المثال الأول اللي هو التشايلد بيرث، أوكي؟ هون أمثلة جديدة اللي هو التشايلد بيرث اللي هي أثناء عملية الولادة. طيب هلا تشايلد بيرث، هلا الولاده بتصير بفعل هرمون اسمه الاوكسيتوسين. خليني احكي لك بس هيك بشكل سريع. هون عندنا الرحم، اوكي، الرحم هو المحل اللي موجود فيه البيبي وبده يطلع عن طريق الفاجينا. اوكي، هون يعني موجود البيبي. هلا لما يصير عندنا لما يكون يعني بدها تولد الانثى الحامل، في غده اللي هي البيتوتري جلاند ما لك فيها بتفرز هرمون، بفضل انك تحفظ، او حتى هذا لانه مثال يعني وحيد بحب انك تحفظه. هاي الغده اسمها بيتوتري جلاند، الغده النخاميه. اوكي، بتفرز هرمون اسمه الاوكسيتوسين. شو بيعمل هذا الاوكسيتوسين؟ هذا الاوكسيتوسين بيروح على الرحم وبيؤدي الى انقباضه، بصير الرحم ينقبض 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 ينقبض، فبيعصر البيبي حرفيا، يعني بيعصر الرحم وبيطلع البيبي لبرا. طيب شو دخله بالفيدباك؟ هلا الاصل لو عندي نيجاتيف فيدباك، تخيل لو هذا العمليه هاي اشتغلت على النيجاتيف فيدباك. ايش هي معنى نيجاتيف فيدباك؟ اللي هو اذا صار انقباض قلل الاوكسيتوسين، كان شو بيصير عندنا؟ بيصير في عندنا شويه اوكسيتوسين، ببلش يعمل كونتراكشن فبعصر شوي البيبي. كنيجاتيف فيدباك بحكي فيه انقباض قلل الاوكسيتوسين، بروح الانقباض برجع البيبي. بعدين شو بيصير عندنا؟ برجع كمان مره اوكسيتوسين، بعدين بيروح برجع اوكسيتوسين، بيروح برجع اوكسيتوسين، بيروح، وما بينولدش البيبي وبيموت وبيبطل في حياه على الارض، صح؟ لو اشتغلنا عليه نيجاتيف فيدباك،
لكن هون بنشتغل بوزيتيف فيدباك. شو يعني بوزيتيف؟ يعني اذا ضربته في اوجع. ايش الفكره؟ انه لما نفرز اوكسيتوسين ويستجيب للرحم بنروح بنحفز انه اوكي الرحم استجاب، جيب كمان اوكسيتوسين، الرحم استجاب جيب كمان وكمان، جيب كمان وكمان. فايش بتصير؟ يعني بدل ما تحط شويه اوكسيتوسين، لا خلص طالما بلشت في الاوكسيتوسين كمله، بيروح الاوكسيتوسين مره واحده بيعلى فبينزل البيبي، يعني اكيد مش بسرعه كبيره بس انه يعني بشكل منطقي. وصلت؟ انه بوزيتيف فيدباك، طالما انت بلشت في الاوكسيتوسين فاذا خلصوا، تمام؟ هذا هو مبدا البوزيتيف فيدباك. مثال ثاني عليه اللي هو البلد كواجيوليشن، تخثر الدم، اللي هي عمليه الهيموستاسيس. بدي اتعمد هون اكتب كلمه هيمو ستاسيس عشان يعني تميز بين الكلمتين، هوميو اتزان، هيموستاسيس لا معناها تخثر الدم. نفس الشيء تخثر الدم، يعني تخيل هون في عندك بلد فيسل انجرح، اوكي، بتيجي عندنا بروتينات التخثر، تخيل بتشتغل على مبدا النيجاتيف فيدباك اللي هو خلص عملنا تخثر وقف، بدك تضل تنزف، عملنا تخثر وقف، بدك تضل تنزف، لكن هذول بيشتغلوا على بوزيتيف فيدباك، اذا ضربته فاوجع، خلص اذا بلشت تخثر كمله 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 وخلص. وصلت؟ هذول المكانين اللي احنا بنحكي عنهم فيهم بوزيتيف فيدباك. عشان هيك بنرجع للسؤال اللي سالتك اياه عن هاي، all of the following is true، هذا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف، اغلب الامثله هي نيجاتيف باستثناء هذول. وطبعا لو الدكتور حط لك مثال هيك من الحياه، يعني زي ما حكيت لك افتراضي، لو حكى لك انه هذا السيستم لما تزيد التمبرتشر بيزيدها بزياده، هذا بوزيتيف فيدباك، اوكي، بتضل هاي ريسبتور وبيضل هذا كنترول سنتر وبيضل هذا هو الافكتور، لكن ببطل نيجاتيف فيدباك بيصير بوزيتيف فيدباك. اوكي خلصنا الهوميوستاسيس، او خلصنا فعليا الموضوع الفسيولوجي. هلا في المحاضره فيها موضوع ثاني مش فسيولوجي هلا هحكي عنه، بس بتقدر هلا تاخذ بريك تتذكر انه احنا درسنا الهوميوستاسيس الفيدباك. الموضوع جدا سهل، ما تقعد تحفظ اشياء، خلص كله بتفهمه وبتقدر تجاوب اسئلته. نروح للجزء الثاني، يعني بتقدر زي ما حكيت لك انك تكون اخذت بريك. نروح لموضوع ثاني تماما اسمه السيل بيولوجي. هو فعليا مش يعني هو مراجعه للسيل بيولوجي، مراجعه سريعه جدا للسيل بيولوجي للخلايا، عشان يعني راح نحتاج بعض الاشياء عن الخلايا. الخلايا خليني احكي لك، احنا بندرس الهيومن سيلز، في عندنا انواع الخلايا، اول شيء بروكاريوتس ويوكاريوتس، بدائيه النواه وحقيقيه النواه. احنا بندرس حقيقيه النواه تحديدا الانيمال سيلز. هلا نحاول هيك نكبرها عشان نقدر نحط الديتيلز كلها مره واحده. هاي خليه، ايش هذا اللي رسمته؟ هذا البلازما ممبرين، ما بدي افصل فيه، له محاضره لحاله هذا البلازما ممبرين. المهم هلا اللي بيميز خلايانا انه فيها كومبارتمنتس، فيها حجرات، اوكي. مثلا الدي ان ايه، مش احنا عندنا دي ان ايه، عندنا ماده وراثيه موجوده هيك عشوائي مكبوبه كب؟ لا طبعا، وين موجوده؟ جوا اورجانيل اسمه النيوكليوس، جوا النواه. فمثلا واحد من الاشياء اللي موجوده جوا الخليه هي النيوكليوس، شو وظيفتها؟ فيها الدي ان ايه. لاحظ انها محطوطه بغرفه، على عكس مثلا البكتيريا فيش غرف، كله داخل على كله، لكن احنا كهيومنز او كيوكاريوتس عندنا كومبارتمنتس. شو الهدف من الكومبارتمنتس؟ انه الاشياء ما تتداخل ببعضها وتخرب، زائد اني اقدر احط بيئه صغيره لكل واحد. اكثر مثال بحبه انا هون اللي هم اللايزوزومز، مثلا الانزيمات الهاضمه. هلا الانزيمات الهاضمه هاي ايش؟ لايزوزومز. ايش هاي اللايزوزومز؟ هي يعني او الاجسام الحاله فيها انزيمات هاضمه بتهضم اي شيء. تخيل لو اني افتحها، تخيل لو ما في كومبارتمنتس، بتروح بتهضم الدي ان ايه، بتهضم البروتينات، بتخرب الخليه وبنموت. شو استفدنا؟ فعشان هيك هذا اللي هو انه عشان ما يتداخلوا ببعض وما يخربوا على بعض، زائد عشان اعمل مايكرو انفايرومنت. مثلا الانزيمات الهاضمه بتحب بيئه حمضيه، اوكي، بحط لها بيئتها الحمضيه جوا اللايزوزومز. طيب تخيل لو انها كانت برا، بدي اضطر اعمل الخليه كلها حمضيه، فبالتالي اخرب على النيوكليوس. النيوكليوس ما بده بيئه حمضيه، فانا انت بدك حمضيه خذ حمضيه، ما بدك حمضيه خذ زي ما بدك، اوكي. طيب ايش كمان خلينا نحكي من الاشياء اللي مهمه جدا؟ عندنا ايش اسمه سموث اندوبلازميك ريتيكولم، حندرسها حتيجي معنا كثير. بدي تعرف انه في عندنا نوعين من الاندوبلازميك ريتيكولم، عندنا سموث وعندنا رف. الرف فيها رايبوزومز، شو هم الرايبوزومز؟ هلا بنيجي. المهم انه عندك نوعين من الاندوبلازميك ريتيكولم، عندي سموث، هاي سموث اندوبلازميك ريتيكولم، ورف اندوبلازميك ريتيكولم. عارف اغلبكم بتعرفوا هاي الشغلات من البيولوجي، بس هيني براجعها. السموث اندوبلازميك ريتيكولم بتعمل كثير شغلات، اهمها حنشوفها مخزن للكالسيوم. بدي تشوف، راح يعني كثير راح نسمع في الكالسيوم، اوكي، وين بيكون مخزن؟ في السموث اندوبلازميك ريتيكولم. وين مخزن الكالسيوم؟ في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، حنحتاجه جدا، حنحتاجه. طيب هاي السموث اندوبلازميك ريتيكولم،
طيب الرف فيها الرايبوزومز، شو هم الرايبوزومز؟ هون خليني ارسم لك هيك رايبوزوم اكبره شوي. الرايبوزوم هو مصنع البروتين، اوكي؟ تجي رساله من الدي ان اي على شكل مسنجر ار ان اي، اوكي؟ بيقراها وبصنع البروتين، اوكي؟ هذا ايش؟ هذا الرايبوزوم. شو هو الرايبوزوم؟ هو مصنع البروتين، ما بدي ادخل بديتيلز اكثر من هيك. طيب الرايبوزومز نوعين، وهذا الاشي هلا بدي اياك تعرفه. في رايبوزومز فري زي هذا فري، وفي رايبوزومز مع الاندوبلازميك ريتيكولم وبيخلوها رف اندوبلازميك ريتيكولم، بيكون اسمهم باوند رايبوزومز. سو فري رايبوزومز وباوند رايبوزومز. شغله كثير 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 مهمه، الفري رايبوزومز بيصنعوا البروتينات اللي حتضل جوا الخليه، بينما اللي مع الرف اندوبلازميك ريتيكولم بيصنعوا البروتينات اللي راح يصير لها ترانسبورت، عشان هيك محطوطه جوا كيس، محطوطه جوا الاندوبلازميك ريتيكولم، عشان بعدين احطها جوا كيس اسمه فيسيكل. اوكي، هاي الفيسيكل بتضلها ماشيه ماشيه ماشيه، بتروح على يعني سطح الخليه، بتفتح وبتفرز المحتويات. اوكي، بس مبدئيا اعرف انه اذا فري رايبوزوم بصنع شيء جوا الخليه رف، اما اذا باوند رايبوزوم بصنع شيء برا الخليه. في عضيات كثير كمان مش حنحكي عنها كلها زي الجولجي مثلا، هلا احنا نحكي عن الميتوكوندريا. اوكي، الميتوكوندريا لازم تعرف انه في لها انر ممبرين واوتر ممبرين، بتهمنا كثير في ماده البيوكيمستري. هلا بتعرف انه الميتوكوندريا، رح احط لكم ام اي تي اللي هي ميتوكوندريا، هي اللي بتصنع الاي تي بي. اوكي، شو وظيفتها؟ بتصنع الاي تي بي. كيف بصير فيها عمليات كثير، من اهمها اللي مذكوره في السلايد هون، اول شيء انها بتصنع الاي تي بي اللي هي العمله تبعت الطاقه. من اهمها رح ارسم لك هيك بشكل بسيط جدا 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 بعض العمليات اللي بتصير في الميتوكوندريا. تمام، انا مش عارف ليش هي مذكوره هلا، هي المفروض يعني بتيجي لبعدين، بس مش مشكله. عندنا شيء اسمه الكترون ترانسبورت تشين، سلسله نقل الالكترونات. ايش هي سلسله نقل الالكترونات؟ هاي بطاريه، حرفيا زي البطاريه. هلا كيف بتشتغل البطاريه، او كيف يعني بنطلع طاقه؟ عن طريق الكترونات بتمشي من القطب السالب للقطب الموجب. هون نفس الشيء، بيكون في عندي هون الكترونات، اوكي، بتمشي من واحد لواحد، اوكي، من واحد لواحد، من واحد لواحد، بالاخير للاكسجين، اوكي، اخر مستقبل لها الاكسجين. المهم هاي سلسله نقل الالكترونات بتولد طاقه، هذا الانر ممبرين طبعا، هذا الاوتر ممبرين. هاي الطاقه شو بستغلها؟ بضخ اتش بلس. تمام، شو بعمل فيها؟ بضخ اتش بلس. شو بعمل فيها؟ بضخ اتش بلس، حنتعلمها بعدين اكثر. المهم هذا الاتش بلس اللي انضخ، لما يرجع، ما هو بحاول يرجع، بيرجع من خلال زي مولد اي تي بي، شيء اسمه اي تي بي سينثيز، بيرجع هذا الاتش بلس فبيحرك هذا المولد، فشو بنروح بنعمل؟ بنبني اي تي بي. هاي العمليه هون اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن، اوكس فوس كثير بنحكي عنها، اوكي، اوكسيداتيف فوسفوريليشن، انه يعني باستخدام الأكسدة، هون في أكسجين، عملنا فوسفوريليشن، يعني عملنا ATP. هاي من الأشياء اللي بتصير وين؟ جوا الميتوكوندريا. ما إلك فيها كتير، بس يعني مش مذكورة، أنا لازم أحكي عنها، بس يعني أستبعد إنه ننسأل عنها هلأ. أوكي، هاي هيك كأورجانيلز، فهمنا بعض الأورجانيلز. أي شيء بنحتاجه في المستقبل حرجع أعيده، هنركز أكثر على الممبرين بس المحاضرة القادمة. طيب من الأشياء اللي كمان موجودة جوا الخلية، أشياء اسمهم سايتوسكيليتون، أشياء بيمسكوا الخليه في مكانها. اوكي، يعني هون هيك من اسمها هيكل خلوي، بيمسكوا الخليه وبيحافظوا على شكلها وبيعملوا زي طرق جوا الخليه. ايش اسمهم؟ الهيكل الخلوي، السايتوسكيليتون. برضو خلينا نتاسس فيهم لانه حنحتاجهم، سايتوسكيليتون. اوكي، ايش هذا السايتوسكيليتون؟ السايتوسكيليتون عندي مينلي ثلاث انواع بدي اياك تحفظهم. اول شيء عندي المايكروفيلامنتس. مايكرو شو يعني مايكرو؟ يعني صغير، فيلمنت يعني خيط، سو خيط صغير، متخيل قديش هو صغير. اوكي، طيب راح اترك شويه مساحه عشان بدنا ندرس عنه اشياء، بعدين راح اروح احكي لك عندي ايش اسمه الانترميديت فيلمنت، يعني خيط وسط. اوكي، انترميديت فيلمنت، اوكي، فيلمنت. طيب مش حنحكي عنه كثير، بس مين اكبر، مايكرو ولا انترميديت؟ مايكرو فيلمنت يعني خيط صغير، انترميديت فيلمنت يعني خيط متوسط. طيب اللي بعده لارج فيلمنت، لا مش هيك اسمه، اسمه مايكرو تيوبيولز، يعني هذا اصغر، لا بس انتبه، مايكرو تيوبيولز يعني تيوب صغير. فمين تتوقع اكبر واحد؟ اكبر واحد هو المايكرو تيوبيولز، على الرغم من انه اسمه تيوبيول، انه من على الرغم من انه اسمه مايكرو، بس مايكرو تيوب يعني تيوب صغير، اكيد اكبر من خيط كبير، صح ولا لا؟ سو المايكرو فيلمنت مرات اسمهم الثاني اكتن، تمام، او هو اشهر مثال عليهم الاكتن، فاحنا مرات بنحكي اكتن فيلمنتس وبس، هيك تكون صغيره بهذا الشكل، هاي الاكتن فيلمنتس. الانترميديت اكبر شوي، اكبر اكبر شيء المايكرو تيوبيولز، هيك حجمهم. اوكي، تيوب، لانه عشان هيك التيوب اكبر.
هدول المايكروتوبيولز. ومين اصغر شيء؟ المايكروفيلمنت. اكبر شيء المايكروتوبيولز. طيب وظائفهم بشكل سريع، بدي احكي، بدي ابلش في المايكروتوبيولز. السر في المايكروتوبيولز هو الموفمنت، يعني لهم، يعني بيلعبوا دور في الاشياء اللي لها دخل في الحركه. زي شو؟ النقل الخلوي، السيلولار ترانسبورت، كله بيتم على المايكروتوبيولز. تمام؟ فمثلا يعني خصوصا في الخلايا العصبيه بتكون كثير موجوده، بس برضه بتتم كل مكان. هذا ايش اسمه؟ اللي هو السيلولار ترانسبورت. بيكون عندنا كارير بروتين اسمه الداينين. حرفيا الداينين هذا له رجلين بيمشي فيها، وبيحمل على ظهره فيسيكل وبيحركها. تمام؟ الداينين والكاينسين. وهون انا بقترح عليك شيء كثير حلو، اعمل بوز، روح اكتب على جوجل، اكتب داينين جيف او جيف، اللي هي جي اي اف، اوكي، لصوره متحركه، يعني بتشوف بروتين حرفيا شايل على ظهره فيسيكل وبيمشي فيها، هذا الداينين او الكاينسين. اوكي، سو هون شو عملنا؟ عملنا للترانسبورت. اوكي، الترانسبورت. طيب هاي الوظيفه الاولى اللي هي ترانسبورت بالنسبه للموفمنت، انه عمل سيلولار ترانسبورت. طيب شو كمان بيعمل؟ بيعمل شيء اسمه سبندل، يعني حنشوفها في الامبريولوجي. مرات الخليه هلا فيها دي ان ايه، صح؟ هلا الدي ان ايه هذا بدها تحركه، نعمل شيء اسمه خيوط مغزليه او سبندل فايبرز. هذا مين بيعملها؟ المايكروتوبيول. دائما اي شيء فيه موفمنت معناته مايكروتوبيولز. سو هون خلينا نحكي لهم السبندل فورميشن، الخيوط المغزليه تبعون التكاثر، حندرسهم في الامبريولوجي قريبا جدا يعني. اوكي، كمان بيعملوا اللي هم الموتايل ابندجز، الاشياء اللي بتحرك الخليه من برا، زي السيليا. السيليا مش انه بتحرك الخليه، بتحرك مثلا المخاط اللي برا الخليه والى اخره. سيليا يعني اهداب. فمثلا هاي خليه مرات بيكون لها هيك زي اهداب، خليني اكبر هاي، هذا الاهداب عشان نخلي وسع. اوكي، هذا الاهداب شو بتعمل؟ بتتحرك هيك اهداب، يعني زي شعيرات. هاي الشعيرات بتتحرك عشان، زي مثلا في الجهاز الهضمي عندنا اهداب بتحرك المخاط عشان نطلع المخاط لبرا، ويعني نطلعه برا الجسم. اوكي، هاي اسمها السيليا. من ايش تتكون؟ من مايكروتوبيولز. اي شيء موفمنت مايكروتوبيولز. هلا شكلها مع انه هو مش كثير مهم، بس بنحكي انها بتتكون من 9 دبلتس، يعني هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اوكي، وتنتين بالنص. سو 9 دبلت زائد 2، يعني كل وحده فيهم هي عباره عن مايكروتوبيولز. المهم هيك بيكونوا يعني عاليين، ما لك في الديتيلز برضه. وبيكون عليهم بروتينات حركيه زي الداينين عشان تخليها هيك تهتز، يعني تروح يمين شمال يمين شمال يمين شمال. اوكي، طيب هذا بالنسبه للمايكروتوبيولز. سو السر في المايكروتوبيولز هي كلمه موفمنت. طيب الاكتين فيلمنتس او المايكرو فيلمنتس هي اللي بتحدد الشيب ان جنرال، اهم شيء فيها بتحدد الشيب وبتعمل عليه تغيرات، يعني دائما بتكون موجوده تحت سطح الخليه. فمثلا هون عندك هاي خليه، اوكي، اللي موجود تحت ايش هذا؟ هذا اكتين، هو اللي معطيها شكلها الدائري، وبعمل عمليه اسمها دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، او بوليمرايزيشن ودي بوليمرايزيشن. شو يعني بوليمرايزيشن؟ يعني بيطول. اوكي، سو ممكن يطول عشان يغير شكل الخليه عشان يعملها هيك. اوكي، طيب ممكن يعمل دي بوليمرايزيشن انه بالعكس يصغر فيدخل الخليه لجوا. اوكي، سو بوليمرايزيشن دي بوليمرايزيشن، فهو اللي بيحافظ على شكل الخلايا. فممكن يعمل هذا بنسميه سودو بودز، ما بدي هلا برضه تحفظها، رح نجيها لانه بعدين. سودو بودز يعني اقدام كاذبه. تمام، هو اللي بيخلي الخلايا العصبيه دائما عندها دندرايتس، زوائد شجريه، هيك دائما الخلايا العصبيه عندها دندرايتس، اوكي، زوائد شجريه. هذا شو السبب؟ لانه عندها تحت بيكون الاكتين عامل هذا الشكل. اوكي، خليني اكتب كلمه دندرايتس، مش غلط لانها كلمه جديده، دندرايتس. اوكي، طيب هون زي ما حكينا هاي سودو يعني كاذب، بودز يعني اقدام. اوكي، هاي العمليه اسمها بوليمرايزيشن، هون دي بوليمرايزيشن. بوليمرايزيشن بتطول، دي بوليمرايزيشن بتقصر. فبيحكي لك انه مثلا الدكتور ذكر انه ليش لازم الخليه العصبيه انها تمد هاي الزوائد الشجريه؟ عشان تقدر تاخذ سيجنالز او رسائل من خلايا عديده، من هاي السيجنالز شيء اسمه تروفيك سيجنالز عشان تضلها عايشه. ما تحفظ اللي حكيته، بس عشان حكى الدكتور. اوكي، طيب شو كمان ممكن؟ هاي بتفيدنا بالمسلز، يعني غير انها الشيب برضه رح نشوفها في المسلز مهمه للانقباض، حندرسها بالتفصيل الممل. تمام، بس بدي اياك تعرف انه في عندي هون فيلمنتس، هدول انترميديت اسمهم الميوسين، بشدوا الاكتين لجوا. كيف العضله بتنقبض؟ عن طريق انه اشد هذا الاكتين للنص، هذا لهون وهذا لهون. اوكي، هاي هي عمليه الانقباض اللي حندرسها. ذاتس ات،
هذا كل اللي لازم نعرفه. أي شغلة واحدة اللي هو الممبرين، بدي أعطي مقدمة سريعة جدا عنه والمحاضرة الجاي بنفصله. هلا احنا حكينا سيل بيولوجي، حكينا عن أغلب العضيات اللي موجودة جوا الخلية، وحكينا عن السايتو سكيلتون بشكل عام. طيب بدي أحكي شوي عن الممبرين، خلينا نحطه هون. أوكي، هي مقدمة. لو أمسك هذا الممبرين أعمل عليه زوم يعني كبير، شو راح يطلع عندي؟ دائما أنتم حافظين إنه الممبرين بيتكون من ليبيد باي لاير. أوكي، هون الممبرين بتكون من فوسفوليبيد باي لاير. اوكي، او سوري، فوسفوليبيد باي لاير. اوكي، ايش هاي الفوسفوليبيد؟ فوسفوليبيد باي لاير بتكون من دهون مفسفره. شو يعني دهون مفسفره؟ هشرح اكثر بعدين، بس مبدئيا هون فيها فوسفيت جروب. اوكي، ومن تحت فيها دهون، فوسفيت جروب ودهون، فوسفيت جروب ودهون. هاي اسمها فوسفوليبيد. اللي بيميز هاي الفوسفوليبيد انه هون هذا سطح مائي فبيحب المي، اوكي، يعني بيدوب في المي، بينما جوا هذا سطح دهني فما بيدوب في الدهون، او سوري ما بيدوب في المي، بيدوب في الدهون. سو من برا مي، فلازم يكون في اشي مائي من برا. طيب كمان من جوا مي، كيف بدي اعمل كمان يكون من جوا مي؟ فبيكون عندي باي لاير، بيكون عندي هيك طبقتين بهذا الشكل، وجوا الجزء الدهني. تمام، سو هاي ايش اسمها؟ فوسفو ليبيد باي لاير. لاحظ شو عملت الفوسفو ليبيد باي لاير، عملت لك سطحين مائيات، بالنص عندك سطح دهني. ليش الدهون هون؟ عشان تعزل، عشان يصير في عندنا عزل. اوكي، سو من شو بتكون الممبرين؟ اول شيء من ليبيدز، من دهون. اوكي، الدهون اهم، هاي الدهون هي الفوسفو ليبيد باي لاير، هاي اهم كلمه. اوكي، زائد فيها شويه كوليسترول، الكوليسترول زي جلو بيمسك الاشياء ببعضها. اوكي، هذا الكوليسترول هون زائد كوليسترول، برضه الكوليسترول ايش وظيفته؟ يعني زي جلو بيمسك الاشياء ببعضها. اهم شيء في الممبرين فيه ليبيدز، ليش؟ عشان يعمل عزل. الحلو في الدهون انها بتعمل عزل، فبتمنع كثير شغلات انها تمر. طيب شو كمان فيها غير الليبيدز؟ فيها بروتينز، في عندنا هون بروتينز، مثلا عندنا نوعين من البروتينات، عندنا بروتينات اسمها انتجرال بروتينز. انتجرال لما يخترق الممبرين كامل شو بيكون اسمه؟ بيكون اسمه انتجرال بروتين. اوكي، شو ممكن يعمل؟ ممكن يعمل كل الوظائف اللي بدك اياها. غالبا بيشتغل كتشانل، كقناه، بيكون هون في ممر عشان يدخل الاشي اللي بدك اياه. اوكي، وفي عندنا ايش اسمه؟ بيريفيرال بروتينز. بيريفيرال يعني بتكون طرفيه، يا اما برا يا اما جوا، المهم انها ما بتخترق الممبرين. اخر اشي بيكون عندنا شويه سكر. اوكي، السكر بالعاده للسيل ريكوجنيشن. تمام، السكر هيك بالعاده بنرسمه. اوكي، للسيل ريكوجنيشن، سوري بدون الدائره. ليش السكر؟ للريكوجنيشن، المهم انه في عندك شوجرز او جلايكو نحكي، بس هذا اللي بيهمك، رح نيجي اكثر لبعدين. المهم انه الممبرين لاحظ انه بتكون من دهون وبروتينات وسكريات. اهم شيء الدهون انه فيه فوسفوليبيد باي لاير، بتعمل لك سطح دهني، تمام، او وسط دهني بين سطحي، بين سطحين مائيات. تمام، فيها كوليسترول از جلو، في بروتينز زي الانتجرال والبريفيرال بروتينز، وفي عندنا الشوجر للتعرف على الخليه عشان اميز هاي الخليه من نوع السكر اللي عليها. اوكي، طيب شو كمان؟ خلينا نحكي اهم شيء في الممبرين، شو وظيفته؟ سيلكتيف بيرميابيليتي، هذا السر. الحلو في الممبرين انه هو سيلكتيف بيرميابيليتي، هاي موضوع محاضرتنا القادمه. لاحظ انه بسمح لبعض الاشياء تمر واشياء لا. اوكي، سو سيلكتيف بيرميابيليتي بسمح لاشياء تمر واشياء لا. ليش؟ زي ما حكينا هو دهني، فاي شيء دهني بيقدر يمر، اي شيء مش دهني ما بيقدر يمر، الا اذا فتحت له تشانل. ففي عندك تشانل للكالسيوم، مبروك الكالسيوم حيقدر يمر. ما في تشانل للكالسيوم، ممنوع انه يمر. اوكي، في تشانل للبوتاسيوم، بمر البوتاسيوم. ما في تشانل للبوتاسيوم، ما بيمر. هذا اللي راح نتعرف عليه في المحاضره القادمه اللي هي الترانسبورت. بس مبدئيا عرفت انه الممبرين هو سيلكتيف بيرمي، انه عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، حنعيدها كامله ان شاء الله المحاضره القادمه. اوكي، سو هيك اخذنا انترودكشن تو فيسيولوجي، انا طولت فيها كثير، بعتذر اذا يعني طولت عليكم، لكن حبيت اول شيء يعني ناقشنا هيك بشكل عام الفيسيولوجي شو هي، فهمنا منيح، بعدين رحنا على هذا الموضوع الهوميوستاسيس. غالبا حيجينا سؤال عن الهوميوستاسيس، حيكون فهم، فلازم تكون فاهم شو هو الفيدباك النيجاتيف والبوزيتيف والعناصر تبعته. هون حيجيك سؤال غالبا حفظ، يعني بدك تحفظ اللي حكينا بشكل خفيف جدا، يعني انه ايش وظيفه الاس اي ار لايزوزوم. وغالبا لو انا ما بجيب سؤال من هون، هاي مجرد مراجعه لانه حتحتاجها بعدين، بس لو بده يجيك سؤال حيكون سؤال مباشر. اوكي، هيك خلصنا المحاضره. طيب هلا خليني احكي لكم انه انا يعني ان شاء الله من المحاضرات الجايه لما الدكتور يزودنا بالهاند اوتس راح نصير نشرح عليها. شايفين هذا الشرح؟ بعد ما نخلصه بروح بفتح الهاند اوتس وبمشي عليها حرف بحرف، انه كل حرف عشان نتاكد شرحناه ولا ما شرحناه وكيف ممكن نحفظه، فبالتالي بنطلع فاهمين وحافظين على المصدر اللي الدكتور معتمده.
انا ما بآمن بالملخصات، ما بآمن انه انا كطالب اعمل لك دوسية، او انا بغض النظر يعني خريج اوكي، او اني درست المادة كم سنة فمعناته اكتب دوسية. لا، الدكتور اعطاك شيء معين تمام تدرس منه، لانه يعني زي ما حكيت لك لا يمكن انا اشمل كل شيء حكى الدكتور، واذا شملت كل شيء حكى الدكتور معناته انا نسخت الهاند اوت تبعته. طب خلص ادرس على الهاند اوت، ليش يعني تشتري الدوسية اللي انا عاملها عشان اربح فيها؟ خلص بتروح على الهاند اوت اللي الدكتور كتبها اوكي. ويعني بديش احكي كثير، بس مرات يعني لما يشوف الدكتور انه كل الطلاب بيعتمدوا على دوسية معينة بيروح بتعمد يجيب اشي هو حكاه مش موجود بالدوسية. فعشان هيك انا برضو ضد انه نعملها، ضد انه نعمل دوسيات. ويعني بالاخير زي ما حكيت لك في اشي هو الدكتور كتبه وهو اللي راح يكتب الاسئلة تمام. يعني لو انه عندك مثلا 20 دكتور بدرسوا نفس الجزء وكل واحد راح يعني راح الاسئلة راح تروح عشوائية، بحكي لك ما بتضمن تمشي على كلام هذا ولا كلام هذا، فبتروح بتعمل ممكن تدرس على ملخص او شيء. لكن انا شخصيا يعني انا بحكي لكم، انا يعني كنت طالب زيكم مريت بكل الظروف، انا خريج الجامعه الاردنيه السنه الماضيه يعني تخرجت، ويعني معظم الدكاتره اللي درسوكم درسوني، وكنت اشوف يعني بالاخير بدك تدرس. في دكاتره بيعطوك بيحكوا لك ادرس من الهاند اوتس، في دكاتره بيحكوا لك من كلامهم، فمن كلامهم بتروح بتشوف اللي هو يعني خلينا نحكي الموديفايد سلايد او التفريغ اللي انتم بتشوفه مناسب انه يجيب لك كلام الدكتور. في دكاتره بيحكوا لك بكل صراحه ادرس السلايدز، بتروح تدرس السلايدز، فبدك دائما تنتبه الدكتور شو بده تمام. اوكي، اخر شيء انا طولت عليكم، يعني ارجع اذكركم بحالي، انا زميلكم كرم درويش خريج الجامعه الاردنيه. يعني بعمل كورسات كثير في مواد طبيه، يعني حاولوا وصلوا لي على الفيسبوك او على اي مكان، ان شاء الله راح يكون في عندنا كورسات. هو الجروب تبعنا اسمه كورسز باي كرم 21، هذا راح يكون خاص بدفعه 2021. يعني عشان ان شاء الله راح يكون في كورس كامل للماده ونحاول نسهلها عليكم قدر الامكان. يعطيكم العافية وبالتوفيق، وبنشوفكم بالمحاضرات القادمة.